أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين نلتقي من جديد في مادة النحو موضوعنا اليوم المضاف والمضاف إليه هذا الموضوع من الموضوعات الصعبة في النحو بعض الناس لا يفهمون هذا الموضوع صعب عليه من يفهم ترى تشرح كثيرا لكن لا يفهمون ولكن أنا أقول لكم هذا درس سهل جدا سهل بشروط الشرط الأول أن تركز عقلك عليه concentré واحد اثنين يجب أن تفهم العربية دائما أقول هذا الكلام يجب أن تفهم العربية قبل أن تدرس النحو إنسان لا يفهم العربية لا يستطيع أن يتكلم بالعربية لا يستطيع أن يكتب بالعربية ثم يريد أن يقرأ قواعد اللغة العربية صعب أن لا تفهم بعض الأشياء يعني من الصعب أن تفهم بعض الأشياء فهمت هذا؟ ولكن هذا الدرس سهل ترى عندما يشرح لك في لغتك وأنا قد شرحت هذا الكتاب الجزء الأول الثاني والثالث بلغتنا المحلية البمبرية أو المالينكية أو جولا موجود في يوتيوب في تيليجرام عندما تستمع إليه ربما ستفهم قليلا وهذا هذا طيب إذن هذا الدرس سهل قلت ولأجل أن تفهم هذا الدرس ترجع قليلا إلى الجزء الأول في درس الجر جر الاسم في هذا الدرس قلنا الاسم يكون مجرورا بحروف ودرسنا هذه الحروف هنا أيضا الاسم يكون مجرورا بسبب الإضافة مضاف إليه الاسم الثاني يكون مجرورا بسبب عملية المضاف والمضاف إليه فهمت هذا؟ إذن تجعل هذا الدرس في درس جر الاسم واحد اثنين إذا تريد أن تفهم هذا الدرس أولا افهم معنى المضاف لغة والمضاف إليه لغة المضاف اسم مفعول من أضاف يضيف فهو مضيف وهذا مضاف تفهمون هذا؟ لابد أن تفهم هذا بالمعنى اللغوي انظر المضاف من أضاف أضاف وأضاف بمعنى نسب ونسب قال هذا لهذا هذا لهذا هل فهمت هذا الكلام هذا لمن لي لك له لمحمد لزيد إذن أنت عندما تقول هذا القلم لصديق إذن أضفت القلم إلى صديق نسبت القلم إلى صديق هل فهمت هذا هذا معنى إضافة عندما أقول كلاما وقلت وأقول هذا الكلام لأستاذ يحيى إذن أضفت الكلام إلى أستاذ يحيى عندما أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أضفت الكلام إلى الرسول يعني الكلام هذا الكلام للرسول هذا المعنى اللغوي إذن في درس المضاف والمضاف إليه هناك عملية الإضافة تقول هذا الشيء لهذا أو لذاك أو لفلان هل فهمت هذا؟ لذلك في لغتنا المحلية المضاف نقول من لامبيا لا بعض الناس يقولون كاللامبيا كي يلبي بو كابلا جملا يبقى كابلا أني لامبيا كاتيكا كابلا ما دونك يبقى بولا كابلا نا يك كابلا مغدولي يك كابلا تالي هذا بين القوسين في لغتنا المحلية فهمت؟ إذن المضاف اسم مفعول من الفعل أضاف في الماضي المضارع يضيف
أضيف في الأمر. اسم الفاعل المضيف أنا أضيف. إذا أنا مضيف أضفت الولد إلى أبيه فقلت هذا الولد مضاف إلى أبيه، يعني هذا الولد لأبيه. هل فهمت هذا؟ إذن القلم أنا، من هو المضاف؟ أنا المضاف القلم، ومن هو المضاف إليه؟ من لمن؟ من لمن؟ القلم لي. إذن القلم مضاف وأنا مضاف إليه. لا بد أن تفهم هذا، يعني هذه الثقافة تكون في رأسك عندما تقرأ كلاما عربيا أو عندما تتكلم بالعربية. عندما تستطيع أن تفهم أن هذا لهذا تفهم المضاف إليه، ثم نأتي إلى الجانب النحوي. هذا كان الجانب اللغوي، الآن فهمت؟ طيب، إذن في اللغة العربية ترى ترى جملة فيها اسمان، الاسم الأول للاسم الثاني. إذن هناك قواعد لغوية في الاسم الأول وقواعد لغوية في الاسم الثاني، هذا فقط نريد أن ندرسه هنا. وهذا هذا الشيء الآخر في هذا الكتاب، الجزء الثاني من النحو الواضح في باب المضاف والمضاف إليه، سندرس قليلا فقط، والبقية تأتي ربما في كتب أخرى. هناك الإضافة باب واسع، فيه شروط، فيه أركان، فيه كذا، فيه كذا، فهمت؟ خاصة عندما تقرأ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك سترى فيه كلاما كثيرا، لكن نحن نحتاج هنا إلى نقاط فقط، ممكن ثلاثة أو أربعة هكذا، هذا الذي نريد هنا فقط، انتهى. واضح؟ ولكن نبدأ بفهمك لمعنى المضاف والمضاف إليه لغة، ثم نأتي إلى الجانب النحوي. الأمثلة: لعبنا في فناء المدرسة، ابتعد عن قرين السوق، مشيت على شاطئ النيل، ركبت قطار الصباح، تمام، أغلقت مصراعي الباب. سنشرح، ها نأتي ليه. أغلقت مصراعي الباب، غسلت يدي الطفل، يدي الطفل، لمعت عين القط، لمعت عين القط، انكسرت عجلة الدراجة، انكسرت عجلة الدراجة. هنا تشكر الصحف محسن الأمة، محسن الأمة، ثروة مصر من زارع الأرض، أسرع سائق السيارات، جاء معلم المدرسة. هذه قراءة. الآن نشرح المعنى. لعبنا في فناء المدرسة، كلنا نفهم معنى لعبنا في فناء المدرسة. الآن المدرسة كلنا نعرف، ولكن ربما المشكلة في فناء. ما معنى فناء؟ فناء، فناء، الفناء، في فناء المدرسة. نعم، من يعرف الفناء؟ ها البيت؟ لا لا لا، الساحة، بارك الله فيك. هذا مسجد أمام المسجد، الأرض أمام المسجد، فناء المسجد، ساحة المسجد. استمع جيدا أو لم تشرب اللبن اليوم. وادي فناء، ساحة، ميدان، كني. وادي إذن لعبنا في فناء المدرسة، المدرسة موجودة، المدرسة لها فناء، ونحن لعبنا في فناء المدرسة. واضح؟ ابتعد، اجتنب، اذهب بعيدا عن قرين السوء. قرين صاحب، زميل، رفيق، عن رفيق السوء، عن صاحب السوء، عن جليس السوء. والسوء نعرف، تمام؟ فهمنا معنى قرين؟ قال الله قرينه إلى آخر الآية. المهم قرين بمعنى صاحب. مشيت، كلنا نفهم معنى مشيت، على شاطئ النيل، نيل نهر في مصر، عندنا نهر كونغو، أليس كذلك؟ وهناك نهر نيل، وهناك نهر نيجر، تمام؟ أنهار كبيرة في أفريقيا، لكن نيل من أكبر الأنهار،
ربما في العالم، يعني يعد من أكبر، ليس الأكبر الوحيد. تمام؟ إذن تعرفون النيل الآن في مصر. طيب، شاطئ بمعنى حافة، ضفة. أنت عندما تمشي إلى النهر أليس تمشي على الأرض ثم تصل إلى قرب النيل الماء قبل أن تجعل يد في الماء، رجل في الماء، الأرض أنت تقف عليها. شاطئ النهر وبالمحلية الدغندة، شاطئ فرات. تمام؟ ركبت قطار الصباح، هذا واضح، القطار ترين، ركبت قطار الصباح، ليس قطار المساء ولا الزوال ولا الليل، الصباح. طيب، هذا واضح. أغلقت مصراعي الباب، هنا مشكلة، ولكن فهمنا معنى أغلقت الباب مفتوح وأنا أغلقت الباب. ومصراعي مثنى، مفرده مصراع، والمصراع بمعنى الباب. أو تارة هذا باب وهذا مصراع وهذا مصراع. هل فهمتم؟ هذا كاملا يسمى الباب، وهذا الذي يغلق الباب مصراع، وهذا مصراع. إذن الباب، هذا الباب له مصراعان، مصراع واحد مصراع اثنين. إذن أغلقت مصراعي الباب، يعني فيه الباب وفيه مصراعه. الباب قد لا يكون له مصراع، يعني تدخل فيه بدون مصراع، أما نحن جعلنا للمسجد مصراعا وهذا الباب له مصراعان. أغلقت مصراعي، في الكتاب لم يجعل النقطة في الياء المتطرفة، وهذا مشكلة واختلف في ذلك العلماء، علماء الإملاء، فبعضهم ينقطون الياء المتطرفة وبعضهم لا. وأنا مع الذين، وإن لم أكن عالما لكن أميل إلى مذهب العلماء الذين يقولون أن ننقط الياء المتطرفة لنفرق بين الياء والألف المكسورة. لذلك أنت قرأت مصرع نحن لا نريد هذا، لذلك نقول اجعل النقطة. فهمت هذا؟ ولكن القرآن له قواعده. في القرآن هذه القاعدة يعني ليست موجودة في القرآن. القرآن لا يفرق بين الياء المتطرفة والألف المكسورة، وللقرآن قواعده الإملائية. واضح هذا؟ طيب، غسلت يدي الطفل، يدي الطفل، ثم مصراعي، تقرأ بكسرة مصراعي، وغسلت يدي، تقرأ بالكسرة، لماذا؟ سنشرح. فهمت هذا؟ طيب، تقرأ بالكسرة، لا تقرأ بالفتحة، تقرأ بالكسرة يدي، يدي الطفل. لمعت، ليس لمعت، لمعت فعل ماضي مع تاء التأنيث، لمعت عينا، عين واحد، عينان، عينا القطط. انكسرت عجلة، عجلة واحدة. غسلت يدي طفل، هذا مفهوم، فهمنا المعنى، لا نأتي إلى هنا. غسلت يدي طفل، واضح، يعني طفل الولد، يده أنا غسلته بالصابون وبالماء. لمعت، لمعت، ضاءت، أنارت. هل فهمت؟ عندما يكون عندك السيف مثلا، السيف، تعرف السيف، وعندما يسطع الضوء على السيف يكون يخرج منه النور، نقول لمع، إكليري. نعم، في فرق. الآن واضح؟ القط، تعرفون عندما يكون القط في الظلام ويكون على عيني القط، ترى الضوء في عين القط، نقول لمع. وضرب المثال بالسيف، ونضرب المثال أيضا بالمرآة. تعرف المرآة؟ هل المرآة فيه النور؟ ولكن عندما يسطع النور المصباح على المرآة يلمع. لمعت أين القط، واضح؟ انكسرت عجلة الدراجة، تعرفون الدراجة؟ فيلو، نغسو، والدراجة لها عجلتان. إذن انكسرت عجلتان، يعني العجلتان معا. تشكر الصحف، الصحف جمع صحيفة، صحيفة جورنال. تشكر، تشكر الصحف محسني الأمة، محسن واحد، محسن اثنين، محسنون، محسنين،
إذا محسني الأمة هنا جمع واضح. طيب وكذلك النقطة فيها متطرفة مهمة لألا نقرأ محسنا ثروة مصر من زارعي زارع واحد زارعان زارعون زارعين من زارعي الأرض واضح. أسرع سائقو السيارات سائق واحد سائقان سائقون أسرع سائقو السيارات جاء معلمو المدرسة معلم واحد معلمان معلمون الآن واضح. نمشي إلى الشرح النحوي. نحن نحتاج في هذه الجمل إلى هذا فقط هذا هذا وهذا لا نحتاج إلى البقية انتبهوا وركزوا على هذا. في الموضوع قلنا المضاف والمضاف إليه المضاف لي المضاف إليه فهمت؟ المضاف مثل الولد والمضاف مثل الأب الولد لأبيه إذن الولد المضاف والأب المضاف إليه. أيضا المثال الآخر القلم والأستاذ القلم للأستاذ القلم مضاف والأستاذ مضاف إليه تفهمون هذا. انظر إلى لعبنا في فناء المدرسة عندنا فناء عندنا المدرسة فناء لأي شيء للمسجد للكنيسة لأي شيء للمدرسة. إذا قلت الفناء للمدرسة ولذلك في لغتنا المحلية عندما تريد أن تترجم أن يطلق وتأتي هنا قبل أن تقول هذا كالانسو كنلا لا تقول كن كالانسو لا 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 يمشي. Nous nous sommes amusés dans la cour ou l'espace de l'école. En français, il y a un « de » entre eux. Et même dans l'arabie, il y a une « l'âme » entre eux. « L'âme » entre eux. « Fina lil madrasa » C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? « Fina » ou « l'âme » Et qu'est-ce que c'est? « L'âme » Et qu'est-ce que c'est? « Anna hada li hada » أضفت هذا إلى هذا قلت هذا لهذا نسبت هذا إلى هذا كما تنسب الولد إلى أبيه أو كما تنسب شخصا إلى قبيلته واضح؟ نعم. إذا لعبنا في فناء المدرسة هذا واضح؟ لابد أن تفهم هذا أو الفرق بين المضاف والمضاف إليه. وبعض الناس يخلطون بين المضاف إليه والمضاف لا يستطيع أن يفرق ترى يريد أن يقول مضاف ويقول مضاف إليه ترى يريد أن يقول المضاف إليه ويقول مضاف لا حرف الجر هذا مهم جدا عندما تزيد إليه فهو الصاحب عندما لا تزيد إليه فهو الذي أضفته إلى الصاحب. إذن فينا المضاف المدرسة المضاف إليه فهمت هذا؟ عندما نأتي ابتعد عن قرين السوق قرين للسوق نسبت القرين إلى السوق واضح؟ إذن قرين مضاف السوق مضاف إليه دائما المضاف هو الأول والثاني هو المضاف إليه ولكن عندما نشرح لك هكذا ممكن لا تفهم لابد أن تفهم اللغة العربية وتعرف أن الذي يكون صاحبا للآخر فهو المضاف إليه والآخر هو المضاف. نعم. إذن ابتعد عن قرين السوء. مشيت على شاتي ماذا؟ شاتي نهر الكونغو؟ شاتي نهر النيجر؟ لا شاتي النيل. إذن شاتي لمن؟ لأي نهر؟ للنيل. إذن النيل مضاف إليه شاتي مضاف. كذلك ركبت قطار الصباح. قطار ماذا؟ مساء أو زوال؟ صباح. قطار لمن؟ للصباح. هل فهمت الفرق بين المضاف والمضاف إليه؟ طيب إذا فهمت هذا نأتي إلى شيء لم ندرسه أولا لكن سندرسه قليلا ثم بعدين ستفهم لأنك ستراه فيما يأتي ويكون هناك شرح أكثر لتفهم أكثر. عندما نحذف المدرسة نقول لعبنا في فناء
الكلام واضح ليس واضح. لعبنا في فناء. الكلام واضح أو ليس واضح؟ لأن المهم هنا الخبر أننا لعبنا. لعبنا في ماذا؟ في فناء. فقط بقي شيء. أي فناء؟ وهذا البقي الكلام يستقيم بدونه، لكن ممكن الذي يستمع إليك يحتاج إلى هذه البقية. لعبنا في فناء نكرة، ترى تنوين في فناء. أستاذ يريد أن يعرف أي فناء. نزيد المدرسة. عندما نزيد المدرسة وهو مضاف إليه، بسبب زيادة المدرسة المضاف إليه الفناء أصبح معروفا أو لم يصبح معروفا. لكن عندما نحذف المدرسة هل الفناء معروف؟ أي فناء تتحدث عنه؟ لا نعرف. إذن بدون المضاف إليه المضاف نكرة. هل فهمت هذا؟ ولكن فناء أصبح معروفا، ولكن النحويون يقولون معرفة بسبب أن المدرسة في ألف واللام. لو حذفنا ألف واللام من المدرسة وقلنا لعبنا في فناء مدرسة، ستسأل أي مدرسة؟ أليس كذلك؟ لعبنا في فناء مدرسة، السؤال أي مدرسة؟ إذن نتكلم دائما عن فناء. قبل مدرسة بدون ألف واللام كان فناء نكرة. لما جينا بمدرسة نكرة أيضا أضفنا النكرة إلى النكرة أصبح فناء مخصصة. يعني ليس كل فناء، فناء لمدرسة فقط. نحن لا نعرف أي مدرسة. المشكلة أننا لا نعرف أي مدرسة، لكن نعرف أنه ليس فناء لمسجد ولا فناء لكنيسة أو فناء لكرة القدم. نحن عرفنا أنه فناء للمدرسة، المشكلة فقط أننا لا نعرف أي مدرسة. هذا يسمى عند النحويين بالتخصيص. تخصيص، خصصته لم يشبه فناء المسجد ولا كنيسة، الآن أصبح فناء مدرسة. المشكلة فقط أننا لا نعرف أي مدرسة. واضح؟ طيب، وبعد ذلك انظر هنا، لو حذفت المدرسة تأتي بالتنوين هنا لعبنا في فناء، أليس كذلك؟ لكن إذا جئت بالمدرسة تحذف التنوين، لا تقول لعبنا في فناء المدرسة، لا لا لا، هذا لا يجوز. لابد أن تحذف التنوين فتقول لعبنا في فناء المدرسة. شكرا. طيب الآن واضح، عندما لا تأتي بالمضاف إليه تجعل نكرة فيه، ولكن إذا جئت بالمضاف تحذف التنوين. واضح؟ وبعد ذلك في الإعراب، انتبهوا معي، في الإعراب المضاف إليه دائما مجرور كسرة، دائما قلت كسرة لتفهم، وإلا ترى المضاف إليه مجرور لكن العلامة ليس كسرة، لكن لا نشرح هذا كثيرا لئلا تختلط المعلومات. أنت افهم الآن بمستواك أن المضاف إليه دائما فيه كسرة، وبعدين يكون سنعلمك الاستثناء. واضح؟ طيب، أما المضاف فإعرابه حسب موقعه من الجملة، ترى يكون مرفوعا، ترى يكون منصوبا، ترى يكون مجرورا. لعبنا في فناء هنا مجرور، عن قريب عن قرين مجرور، على مجرور، ركبت قطارة انظر هنا منصوب، قد يكون مرفوعا. هذا قلم محمد، هذا مبتدأ، قلم خبر مرفوع وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. واضح؟ طيب إذن
فهمنا اولا الفرق بين المضاف والمضاف اليه. فهمنا ان المضاف اسم نسبناه اضفناه الى اسم اخر، فقلنا الاسم الاول للاسم الثاني، فقلنا الاسم الثاني هو صاحب للاسم الاول. فهمنا هذا واحد. اثنين، فهمنا ان المضاف اذا كان فيه تنوين عندما ناتي بالمضاف اليه نحذف التنوين. فهمنا ان المضاف اليه دائما مجرور وعلامه الجر الاصليه الكسره. فهمنا ان المضاف قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا حسب موقعه من الاعراب، لان المضاف ترى يكون فاعلا، ترى يكون مفعولا به، ترى يكون خبرا، ترى يكون مبتدا. اذا حسب موقعه من الاعراب يكون معربا بذلك. واضح؟ الان لم ينتهي، هنا تحدثنا عن التنوين، لان فينا اسم مفرد، قرين مفرد، شاطئ مفرد، صباح عفوا كتار مفرد. لو كان مثنى او جمع كيف نفعل؟ تذكروا في الدرس الماضي اننا لما تحدثنا عن المثنى وعن الجمع مذكر سالم قلنا والنون عوض عن ماذا؟ عن تنوين. في ماذا؟ هذه القاعده موجوده، النون في المثنى وفي جمع مذكر سالم عوض بدل في مكان التنوين في الاسم المفرد. اذا كان التنوين يحذف عند الاضافه فالنون ايضا تحذف عند الاضافه. هل فهمت القاعده؟ انظر، اغلقت مصراعي الباب. لو حذفنا الباب نقولنا اغلقت مصراعين. مصراعين مثنى، الواحد المفرد مصراع، مصراع، مصراعان. اشتريت قلمين، قلم، قلم، قلمان، قلمين. وفي الاعراب قلنا اشتريت قلمين، قلمين مفعول به منصوب وعلامه النصب الياء، والنون ماذا؟ عوض. اذا كان التنوين يحذف فالنون ايضا يحذف. لذلك لا تقول اشتريت قلمي الجامعه، قلمين الجامعه، لماذا تاتي بالنون؟ فهمت؟ اذا اغلقت مصراعي الباب اصله اغلقت مصراعي الباب، النون تحذف لانك تحذف عوضه الذي هو التنوين. غسلت يدين الطفل، عند الاضافه نحذف النون لان نحذف تنوين. اذا حذفت النون يبقى الياء وهي ساكنه سكون، مصراعين يدين ساكنه، وانت تعرف ان هنا سكون، هنا سكون، عندما يلتقي ساكنان في اللغه العربيه ماذا نفعل؟ نحذف هذا السكون، والحركة المناسبة هنا الكسرة ليس الفتحة وليس الضمة. لذلك تقول مصراعي الباب يدي الطفل. تمام؟ لمعت أين القط؟ عيناني. لمعت عيناني، لما جينا بالإضافة هذه النون نحذف لأنها عوض عن التنوين، التنوين يحذف في الإضافة، إذا هذه النون أيضا تحذف في الإضافة. انكسرت عجلتا الدراجة، انكسرت عجلتان، لا تقول انكسرت عجلتان الدراجة، لا لا لا، احذف النون لأنك تحذف التنوين. تقول انكسرت عجلة، انكسرت عجلة الدراجة. فهمت؟ في المفرد تحذف التنوين، إذا تحذف النون أيضا في المثنى. كما قلنا في المثنى نقوله أيضا في الجمع مذكر سالم، لأننا في الجمع مذكر سالم قلنا محمدون، النون هذه عوض عن التنوين في محمد، محمد. واضح؟ إذا تشكر الصحف محسني الأمة، الأصل محسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه النون في الجمع مذكر سالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إذا نحن نحذف التنوين نحذف أيضا النون. لذلك تقول تشكر الصحف محسني، تحذف النون، وهنا لا تقول، لا تأتي بكسرة، لا لا لا، تترك السكون هكذا. جمع مذكر سالم عندما تضيف تحذف النون، ولكن لا تأتي بالكسرة كما فعلناه هنا.
الفرق بينهما مصراعين السكون ظاهر لكن محسنين السكون ليس ظاهر، حرف مد لكن ما في سكون، وبعض العلماء يفرقون بين ذلك بمد واللين. المهم درس آخر. تشكر صحف محسني الأمة ثروة مصر من زارعي، أصله زارعين الأرض تحذف نون. أسرع السائقون هذا هو الأصل لكن تحذف نون، سائقو السيارات. جاء معلمون تحذف نون، تقول جاء معلمو المدرسة. الآن واضح؟ طيب كل ما قلنا نلخصه في القاعدة. أولا المضاف اسم، إذن المضاف لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، المضاف دائما اسم. المضاف اسم نسب أضيف. ما معنى أضيف؟ ما معنى نسب؟ قلت هذا لهذا، واضح؟ طيب إذن المضاف اسم نسب إلى اسم آخر لكن يأتي بعده لا يأتي قبله. انظر هذا أضفناه إلى هذا وهذا جاء بعده، إذن المضاف اسم نسب إلى اسم بعده. فتعرف الاسم الأول بسبب هذه النسبة، النسبة إلى الاسم الثاني، أو تخصص وقد شرحنا هذا، لكن المهم لا تركز على هذا، ستفهمه عندما تقرأ بقية الكتب النحوية. المهم التعريف. اثنين، لا لا أنت لا تسأل لأنك جئت متأخرا. المضاف تحذف تنوينه أو يحذف، ليس تحذف، المضاف يحذف تنوينه عند الإضافة. قاعدة، إذا كان منونا قبلها مثل فناء، وتحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما، لأن النون في المثنى أو الجمع مذكر سالم عوض عن التنوين. ثلاثة، المضاف إليه اسم يأتي بعد المضاف، يأتي بعده وهو مجرور دائما، لكن فقط الجر إما يكون بالكسرة أو يكون بشيء آخر حسب ما ستدرسه في النحو. الآن واضح؟ قلت في بداية الدرس هذا درس صعب حقيقة، لكن ركز راجع كرر، والذين يفهمون اللغة المحلية البمبارية أو المالكية شرحت هذا الدرس بالمالكية ترجع إليه ربما ستفهم. حقيقة هذا درس صعب، واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، حان الوقت أو كيف؟ نعم.